العمري، اهلا وسهلا فيك. يسعد مساك دكتور، يسعد مسا ضيفتك الدكتورة ريهام. الله يخليك يا رب. لو سمحت كم سؤال للدكتورة ريهام. تفضل. أولا، هل يوجد علاقة في مرض العيون ومشاهدة التلفزيون والكمبيوتر والنت والقراءة لمدة طويلة؟ لا 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 يوجد. اثنين، كم يسمح للشخص العادي بأن يشاهد التلفزيون والنت من أجل المحافظة على عيونه؟ يعني كم الفترة الزمنية لازم يظل على التلفزيون أو النت؟ ثلاثة، هل يوجد علاقة بين مرض العيون وزيادة الدم في جسم الإنسان؟ يعني واحد دمه 18 أو 19 له تأثير على العيون؟ طبعا. وبعدين، هل يوجد علاقة بين مرض العيون ومرض السكري؟ دائما إذا كان مرض سكري يجب أن يكون مع مرض عيون. وشكرا لك، وشكرا للدكتورة ريهام. طيب، الله يخليك، والله اسئلتك ممتازه ومناحه يعني. هلا بنرد عليهم. مرض السكري، هلا بالنسبه ل انه كل واحد عنده سكري يكون عنده مرض بالعيون، مش شرط. نعم. يعني هلا احنا بنحكي انه هاي نسبه، يعني مثلا اذا حكينا انه لو اخذنا كل اهل الاردن اللي فيه، طبعا يمكن اهل الاردن مش مثال يعني 100%، لانه بس والله عم بيرتفع عندنا نسبه احنا نسبه السكري عندنا عاليه. هلا نيجي نحكي على بلاد حتى المتقدمه، يعني بلاش نحكي عن بلادنا اللي انه لسه انه مش متقدمه، انه احصائياتها 100% ما بنقدرش نحكم عليها. لو اخذنا مثلا اهل امريكا كليتهم اللي عندهم سكري، يعني وفحصناهم بيطلع 40% منهم في عندهم تغيرات بالشبكية من السكري. 40% من نسبة مرضى السكري في مجتمع متقدم، حتى متقدم بيكون يعني عندهم تغيرات. بالضبط. هم عندهم نسبة سمنة عالية بأمريكا. هم عندهم نسبة سمنة فود والأكل والنظام، عشان هيك ارتفع نسبة السكري بكل العالم بسبب تطور بسبب الأكل اللي تغير على الناس أو ضريبة الحياة المعاصرة. بالضبط. هاي ارتفعت نسبة السكري بالعالم. هلأ لو فحصناها بيطلع منهم 40% عندهم تغيرات بالشبكية من السكري، يمكن ببلادنا تكون أعلى. فهمت عليك؟ فانه مش شرط كل واحد عنده سكري في المعنى اكيد رح يكون عنده. لا. بس 40% مش نسبه قليله، يعني انت يعني تحكي نسبه مش قليله مره. بعدين لها علاقه بسنين السكري، كل ما زادت عدد السنين كل ما صار احتمال الاصابه اكبر. هي طيب، بالنسبه لسؤال طيب مرض السكري. العيون وزياده قوه الدم طبعا في علاقه، لانه كل ما زادت قوه الدم كل ما زاد خضاب الدم اللي هو نسبه الهيموجلوبين بالدم، كل ما زادت احتماليات التجلط. هلا اذا زادت احتمالات التجلط، شرايين العين شرايين كتير صغيره دقيقة. فمرات بيصير معاهم تسكير بالاورده تاعت الشبكيه. طبعا لما يصير في تسكير بالاورده بدخل المريض انه في دوامه كبيره، لانه بضعف النظر، لانه بصير في مضاعفات من التسكير، بصير في نقص طبعا الانسجه هناك ما عم بيوصلها التغذيه، نقص في الاكسجين ونقص في التربيه والمواد الغذائيه، وبدخل في مضاعفات كبيره بنسميها تسكير وريدي في الشبكيه. يعني مرض كامل اسمه تسكير الأوردة في الشبكية العين. طب كيف ممكن يتفاداها الواحد؟ على طبعا انه يتفاداها الواحد، اول شيء بده يحافظ على الضغط، بده يحافظ على الدهنيات، بده يحاول انه ما يكونش عنده ارتفاع مش طبيعي بنسبة الهيموغلوبين. يعني حتى لو يروح على دكتور الباطنية مرات بيسحبوا لهم وحدات دم، يعني ما بيخلوا لهم يا عادي زيادة عن اللزوم. هاي تبرع بالدم. احنا بنحكيش ضمن الطبيعي نقول 16 ولا 17، اذا تعدلت 18 و19 ما هو بيعمل خطورة على كل انحاء الجسم، يعني على كل الشرايين مش بس على العين، ومنها العين. هاي سؤالك الثاني. طيب القعدة على الكمبيوتر طبعا، يعني هي طبعا القعدة على الكمبيوتر كثير طبعا بيصير معها اكل، بيصير مع الاكل كمان سمنة، وبصير مع السمنة سكري، بصير معها مشاكل تانية. هي يعني بحد ذاته انه واحد يقعد على الكمبيوتر او يقعد على التلفزيون ما فيها منها مشكلة يعني مباشرة، بس هي طبيعة الحياة بتكون كليتها يعني قاعدة، فالقعدة هاي معاها مشاكل كتيرة بتصفي اكل ومرعى وقلة صنعة، يعني هي طريقة حياة. بالضبط، يعني هي way of life، يعني طريقة طيب الحياة. قربه للشاشة، انا اتوقع هو كان بيقول قربه للشاشة. قربه عادي عادي بس وعدد يعني الساعات اللي ممكن يقعدها قدام ممكن هيك شاشة ممكن يقعد، لكن هو طبعا اذا واحد ريح في وهج يمكن اذا عادي. واحد ريح نظره، يعني كل شويه يطلع على البعيد بريح حاله، لانه انت بس تطلع على القريب فتره طويله اول شيء بتبطل ترمش، لما يبطل واحد يرمش كتير بضل مبحلق بصير معاه جفاف بالقرنيه. هلا كمان لما يضل مركز على شغله قريبه بصير عنده العضله الهدبيه بالعين بضلها شاده، خاصة بالشباب يعني الصغار، لما تضلها العضلة الهدبية شادة آخر النهار بصير معاه وجع فوق راسه فوق حواجبه، بحس حاله معاه إرهاق وتعب. فهي لما يعني مش غلط واحد يقعد على الكمبيوترات، هلا يعني كل حياتنا صارت على الكمبيوتر، بس يعرف انه لازم يريح حاله كل شويه، يقوم يطلع شغله بعيده، لو طلع من الشباك للبعيد، لو ريح نظره يحاول يرمش زياده شويه، لانه اذا ضل بحلق بالشاشه بصير معاه جفاف. اما هي بحد ذاتها الاضويه ما في يعني اثبات علمي انه بتاثر على العين، لانه العين اتصور يعني
جهاز معقد جدا بالزبط. ومؤهل انه يتعامل مع هيك شيء، مع هيك بس هي طريقه الحياه هي. يمكن فعلا يعني ملفت للانتباه انه قلتي لنا اكثر القعده على التلفزيون بتكتر من الغذاء الغير طبعاً. صحي الوهج هذا او القرب من طب المسافه، بلاش ما احكي من راسي، مسافه عادي، المسافه من قرب الشاشه او التلفزيون عادي. برضو عادي. عادي. طيب هاي ضحضنا كمان خرافه من خرافات المجتمع، ما تقعدش على التلفزيون، لانه كمان سؤاله الثاني كان قديش الوقت اللي منيح يقعد بالضبط. هلا هي مرات شو بيصير انه بتلاقي في ولد بيحب يقعد على التلفزيون كتير، فبصير يقولوا له ابعد، هو مش ابعد، يمكن هو فعلا انه عنده ضعف نظر واهله مش منتبهين له. يعني هلا يعني هي يمكن الام اذا كانت شوي تنتبه زيد تقول خليني اخذه على الدكتور اشوف بركي انه عنده مشكله، انه عنده قصر نظر، عنده طول، مشان هيك مجبور يقعد قدام. بالزبط. اما هي مش انه نفس القعده، عم بيجي ينقي يقعد لقدام، مش عم بيقولوا لازم يكون عنده مشكله، عم تقول دكتور ريهام يمكن. ممكن تكون علامه داله هذا انه في مشكله، مثلا قصر نظر او طول نظر او هو مش حاسس بالزبط بعد نظر يعني. اما هي مش هي اللي عملت له الضعف، بس لا. مش هي اللي عملت ضعف، كمان خرافة بنضحضها. بس اللي أنا حبيت أركز عليه اللي قالته الدكتور ريهام، يمكن ما فهم يعني، يمكن يتشوش لدى المريض اللي يعني شخص. مش طبيب الشخص الفرد أو المريض، مش كلهم يعني بيكونوا بيعرفوا طبيا بالمصطلحات اللي عم نحكيها. قالت عضلات العين إذا بتضلها شادة بشاب صغير أو يعني فرد صغير في العمر لفترة طويلة، ممكن هذا الشد يؤدي زي أي عضل لإرهاق بهاي العضلة، فيؤدي لصداع بهاي المنطقة، في ساعتها الواحد يريح عيونه شوي، يطلع لمدى بعيد، يغير السيناريو أو يغمض عيونه، يمكن برتاح طبعا ترتاح شوي، وإنهم ما بيرمشوا كتير، ما بترمشوا كتير وإنت عم تتفرجوا. فقالت لنا إنه القرنية ممكن تنشف، ونشفها القرنية ممكن يؤدي لمشاكل. نرجع لموضوعنا، رح نوقف شوي الاتصالات، رح نرجع ناخد منكم اتصالات كمان ربع ساعة، بس نكمل المعلومة مع الدكتورة ريهام. دكتورة بدنا نسأل، ما هي أسباب اعتلال الشبكية الناتج عن السكري؟ وأتصور أنت زودتينا بفيديو هيك قصير نحضره وبعدين نحكي. ممكن في معنا فيديو رقم واحد لدكتورة ريهام راح يحكينا عن أسباب اعتلال الشبكية الناتج عن السكري، ركزوا معنا. هذا هو اوكي. هلا احنا شو اللي عم نشوفه هون دكتورة؟ هلا احنا هون عم نشوف الاول اشي المنظر الشبكية الطبيعية، وبعدين بينونا الشرايين الصغار اللي ممكن يصير، اللي كان لونهم ابيض هم اللي عم بيسكروا نتيجة السكري. هلا احنا مرضى السكري بصير معهم تسكير بالشرايين الصغار وضعف بهاي الشرايين، لما يسكروا هدول الشرايين بصير ينزف نقط دم على الشبكية، وبصير في مستحلبات على الشبكية. طبعا بصير النظر يختلف، كيف هاي الصورة هلا بصير الصورة مغبشة مع الشخص. هذا بالنسبة للفيديو الأول. يعني إحنا السبب الرئيسي لاعتلال الشبكية من السكري إنه الشرايين الصغار بتتدمر نتيجة ارتفاع السكري في الدم. لما تتدمر هاي وتسكر شو بصير في عنا؟ بصير عنا مستحلبات على الشبكية، بصير في عنا دم على الشبكية، وبعدين بتزيد سماكة الشبكية. بتزيد سماكة الشبكية، يمكن هذا بيعمل حتى هذا السماكة بتخلي اللطخة الصفرة تصير سميكة، وبعدين بصير المريض يشوف الدنيا مغبشة. هلا هذا الجزء الأول. نيجي للجزء الثاني اللي هو شو بيعمل الجسم لما يصير معاه هيك. هلا الشبكية لما تشوف إنه ما إنه الدم ما عم بوصل عليها كفاية نتيجة تسكير الشرايين، بصير في عندها رد فعل. شو رد الفعل؟ بصير تكوين أوعية مش طبيعية على الشبكية، اللي هلا رح نشوفه بالفيديو الثاني. الفيديو الثاني مخرج في معنا كمان فيديو، الفيديو الثاني اللي بيفرجينا كيف نمو الجسم غير طبيعي للأوعية. بالضبط، كيف التروية. الجسم بيكون أوعية مش طبيعية مشان يعوض عن النقص في التروية. اوكي، نقص في التروية. هذا الفيديو الثاني. اوكي. شو عم بنشوف هون؟ هلا لسه هلا بس تبين الشبكية. هي هون كيف بتكون أوعية مش طبيعية بتطلع نتيجة نقص التروية، وهاي الأوعية بتكون مش زي الأوعية الأصلية تاعت العين، يعني إنها هاي الأوعية بتعمل على عمل رشوحات على الشبكية، بتعمل على تكوين أنزفة على الشبكية،
وبعدين بتخلي بعد فترة بتعمل تليفات على الشبكية وبتشد على الشبكية وبتفصلها. أها هذا اللي شفناه آخر إشي. أيوة بالضبط، لما بتشد على الشبكية بيبدأ المريض يشوف الدنيا معتمة وبالآخر بفقد النظر. اوكي طيب هيك يعني يعني احنا بدناش نخوف الناس بس انه انا حبيت افرجيهم كيف انه كيف هم ما حد بيكون يتخيل ايش عم بيصير معه حقيقي، انه بتتدمر هاي الاوعيه، الجسم بده يحاول يعوض في عنده نقص بده يعوض، كيف بيكون اوعيه مش طبيعيه. الاوعيه هاي قابله للنزيف، قابله للتليفات، ولما تتليف بتشد الشبكيه معها وبتفصلها. طبعا طيب. احنا بنحبش يوصل المريض لهاي المرحله بس انه بيجي مرضى مرات من اول ما يوصل عندك بهاي المضاعف من اولها بكون من فصل الشبكيه بالضبط يعني. طيب انا دكتور معلش، انا اتوقع انه كثير من المرضى بيعرفوا شو هي الشبكيه، بس بدي اسالك اذا ممكن نوضح، لانه عم نحكي الشبكيه شبكيه شبكيه نوضح هيك سريعا ايش اي كيف نوصف العين للمرضى بكل بساطه، وين الشبكيه، ايش هي الشبكيه عشان يفهموا علينا شو عم نحكي. هلا احنا طبعا في عنا العين، في عنا القرنيه، وفي عنا العدسه، وفي عنا الشبكيه. هدول الثلاثه احنا في صوره ثانيه اللي كان حطيناها اللي فيها صوره العين الطبيعيه. صوره العين الطبيعيه في عنا صوره صورة التليفات ولا لا صورة؟ مش التليفات، الصورة الثانية فيها اوكي في صورة عين طبيعية. لدينا صورة عين طبيعية، اذا بتقدر تحطوا لنا هاي الصورة عشان نشرح للمشاهدين. هاي مش فيديو بس صورة. ايوه هاي ايوه خلونا اياها شوي. هلا بالنسبة لهاي الصورة انا حطيت صورة العين الطبيعية وصورة العين المصابة بالسكري. هلا اذا بنطلع عليها في الجزء الشفاف الامامي هو القرنية او العدسة، بعدين في عنا العدسة، بعدين في عنا الجسم الزجاجي اللي هو لونه اللي هو بيكون شفاف، والشبكيه اللي لونها برتقالي. بعدين عنا العصب لونه الابيض، والشرايين اللي هم محطوط عليهم تقريبا الاسهم جاي عليهم، السهم الاسود محطوط عليهم. الشرايين هي الخطوط الحمراء، الشرايين الخطوط الحمراء اللي على البرتقالي. هلا